عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الدعم المدرسي. اليوم إن شاء الله غادي نبداو درس الدالة اللوغاريتمية الآلة. كيف ما كتعرفوا الفقرة الأولى ديالنا كتكون دائما هي الليميت، واليوم غادي نبداو بالنهايات بجوار بلس لانفين. الدرس عندنا فيه ثلاثة ديال القواعد معروفين: ln دو x بلس لانفين كيعطينا بلس لانفيني، ln دو x على x بلس لانفيني كيعطينا 0، ln دو x على x أس n في بلس لانفيني حتى هو كيعطينا 0. الأشكال غير محددة عندنا أربعة راكم عرفتوهم. دوك التقنيات اللي درنا في بلس لانفيني ديال الشكل المحدد والشكل غير محدد هما نفسهم غنعاودوهم في الدالة اللوغاريتمية. يعني دوك القواعد ديال أن بلس لانفيني ما كتأثرش بالجامع بالطرح كتبقى ديما بلس لانفيني غتبقى ديما صالحة لينا. التقنيات اللي غنستعملو هنا غيكونوا مختلفين. التقنية الأولى إذا كنا خدامين في بلس لانفيني وعندنا حدودية مع ln دو إكس وعطاتنا شكل غير محدد، غنمشيو غنديرو التعميد بإكس وكنفضل يكون إكس اللي عنده أكبر أس. عندك إكس وإكس أس 3، حاول تعمل باللي عنده أكبر أس، يعني تعمل بإكس أس 3. عندك ليميت بلس لانفيني فيه ln و ln أس n، تما كدير التعميد غير بالآلان. عندك كسر فيه الآلان بوحدو، فيه آلان x زائد 1 على آلان x ناقص 4، يعني كسر مكون فقط من الآلان، بزمنك خاصك تعمل بالآلان. عندك كسر مختلط، يعني كسر فيه الآلان فيه x كنعملو x ودرت فوق منها أس n، هذيك أس n أنا كنقصد بها حاول تعمل x اللي عنده أكبر أس. تفكيك كيف ما خدمنا في الاكسبو غنعاودو نخدمو نفس التقنيه في الالان، غير هو في الالان غنخدمو بزاف تغيير متغير. التقنيات ديال التغيير المتغير ما عندي ما نكتب لكم، غنحاول ندير لكم فيهم امثله. دونك هنا غنديرو امثله عاديين، وهنا ان شاء الله غادي نديرو امثله ديال وطنيات. اذا نشوفو جوج امثله نشرحو بهم بالزربه هادشي اللي حطيت هنا. دونك الليميت الاول هذه اللي غنسطر عليها بالكحل كتسمى حدوديه. الحدوديه الخدمه ديالها معروفه، ملي تكون عندنا حدوديه ما كنخدموش بها كامله، كناخذوا اكبر اس. بحال دابا هذه حدوديه بلا ما نصدع بها راسي، كناخذ ليها اكبر اس هو اكس اس 3، كنعوضوه بلس لانفيني كيعطينا بلس لانفيني. الالان في بلس لانفيني كتعطينا بلس لانفيني مسبوقه بناقص، يعني غتولي موال لانفيني. غنوليو في شكل غير محدد، غنمشي للتقنيات حدوديه مع الان كنعملو اكس وكنفضلو يكون اكس اللي عنده اكبر اس. كنرجع للسطر كنعمل اكس اس 3 حيت هو اللي عنده الاس الكبير. قانون التعميد اللي عملنا به كنقسمو عليه x أس 3 على x أس 3 ناقص x على x أس 3 ناقص ln x على x أس 3 ناقص 1 على x أس 3. ثم كندير التبسيط x أس 3 على x أس 3 1 ناقص كسر، إلى حيدنا من هنا x ما غيبقى والو، يعني غتبقى 1. إلا حيدنا x من x أس 3 كتبقى x أس 2 ناقص ln x على x أس 3 ناقص 1 على x أس 3. ثم 1 على بلس لانفيني 0، 1 على بلس لانفيني 0. قاعدة في الدرس ln x على x أس n 0، يعني المعقوفة بقوست منها 1. برا المعقوفة كاين إكس كيتعوض ببلوس لانفيني، واحد في بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. أو منساش لأن شناهي القاعدة الجديدة اللي عندنا في الدرس واستعملناها؟ ليميت في بلوس لانفيني ln إكس على إكس أس 3 كتساوي 0. هادو بغيتي تزيدهم لأن ماشي مشكل، ولكن يكفي، هادي كافية، القاعدة الجديدة اللي كاينة في الدرس. المثال الثاني
الالان ديالنا بلوس لانفيني، الان بلوس لانفيني اس 3 ديما بلوس لانفيني، مسبوق بناقص موال لانفيني شكل غير محدد. قلنا ملي كيتلاقى الالان مع الالان عنده اس ان، ما كاين شي حاجه باينه، هي اصلا ما كايناش اكس، يعني ما غنفكرش انا نعمل في اكس، كاين الالان والالان جدا الاكس، يعني باينه غنعمل بالان اكس، نعملو بالان دو اكس. الان اكس غيتقسم على الان اكس، نديرو التعميل دقه دقه، ناقص الان اكس اس 3 غيتقسم على الان اكس، واحد غيتقسم الان اكس. غادي نرجع للسطر، الان اكس على الان اكس واحد، ناقص الان اكس اس 3 غتختزل مع الان اكس، يعني غنحيد من هنا الان وغنحيد من اس 3 الان، غتبقى الان اكس اس 2 زائد واحد على الان اكس. ثم هذا مباشره غيعطيني زيرو، علاش؟ حيت الالان في بلوس لانفيني كيعطيك بلوس لانفيني، وواحد على بلوس لانفيني هي زيرو، الان في بلوس لانفيني بلوس لانفيني او كاري كتبقى بلوس لانفيني، مسبوق بناقص موال لانفيني، واحد ما دويتش عليه حيت ما غيأثرش في الجمع ولا في الطرح. الالان على برا كتعوض ببلوس لانفيني، هذا ضرب بلوس في موان كتعطينا موان لانفيني. بقى لي داك التعليل، لان ليميت في بلوس لانفيني الان اكس كتعطينا بلوس لانفيني قاعده، ونزيد حداها ليميت في بلوس لانفيني واحد على الان اكس كيعطينا. نطبقوا هادشي على واحد الوطني ديال 2016. إذا غنحسبوا ليميت ديال اكس في بلوس لانفيني ديال 3 ناقص 3 اكس زائد جوج عامل لي اكس زائد واحد الان دو اكس، وكيف ما اتفقنا بان السطر الاول خاصو يكون دائما تعويض. لاحظ معايا هنا اكس الى تعوضات بلوس لانفيني يعني غتعطينا بلوس لانفيني، غتضرب في ناقص 3 غتولي عندها موال لانفيني. هاد الثلاثة القدامية ما تسوقش ليها، ما غتأثرش على العملية. إكس هنا غيتعوض ببلوس لانفيني غيبقى بلوس لانفيني، الآلان كيعطينا بلوس لانفيني يعني غتبقى بلوس في بلوس، يعني بلوس لانفيني شكل غير محدد. إذا هنا عندنا حدوديات وعندنا آلان، يعني إذا طبقنا تقنيات حدوديات مع آلان غنحاولوا نديروا التعميل بإكس. نفضل الى كان الاستاذ ناخذ اكبر اس، ما عندنا حتى شي اس، يعني هنا غادي نعملو باكس، قاعده واضحه غنعمل باكس، اللي عملت به غنقسم عليه وغادي نبدا 3 غتقسم على اكس، 3 اكس غتقسم على اكس، جوج عامل لي اكس زائد واحد الان اكس، الضرب كيتسمى عدد واحد يعني كله غيتقسم على اكس. كنرجع للسطر، اكس عامل 3 على اكس، نحيدو اكس مع اكس غتبقى لينا ناقص 3 زائد، وهنا راه كاين الضرب، عدد مضروب في عدد مقسوم على عدد، لذلك في الضرب غتفكر ليا التفكيك ديال الضرب. اش كيقول لنا التفكيك ديال الضرب؟ التفكيك ديال الضرب هو اختياري، تحط جوج اكس زائد واحد الان اكس، وانت دابا غتقسم على اللي بغيتي، يا تقسم على جوج، يا تقسم على اكس زائد واحد، يا تقسم على الان اكس. انا هنا غنفضل نقسم على اكس زائد واحد، وانا غنقول لك علاش. رد معايا البال، الان اكس الى قسمتيه على اكس غيخلق لك مشكل كبير. علاش؟ باش نقول اي حاجه كنديروها خصنا نبروها علاش. الا قسمتي الان على اكس غتلقى مشكل، لان هذا كيعطيك زيرو في القاعده، وزيرو غالبا ما كيخلق لنا مشكل، اذا هذا غيعطينا زيرو، وهذه كتعطينا بلوس لانفيني، وكاين بيناتهم الضرب. وكيف ما كتعرفوا
الا ضربنا زيرو في الانفيني راه ولادنا مشكل شكل غير محدد. اذا هادشي علاش انا فضلت ما نقسمش، ما نديرش التفكيك هذا، حاولت انا نقسم على اكس زائد واحد. رجع للسطر، رد معي دابا البال مزيان. اكس زائد واحد على اكس، هذا خدمته ساهله بزاف. تفكروا لي داك الشيء ديال الدوره الاولى، ياك عقلتوا على حدوديه على حدوديه، كنا كناخذوا اكبر اس على اكبر اس، يعني اكبر اس في البسط هو اكس، اكبر اس في المقام هو اكس، اكس على اكس واحد. اذا هذه الليميت ديالها عرفتو كيساوي ليا واحد، وهذا الالان كيعطينا بلوس لانفيني. ودابا نتوما راكم كتعرفوا بان بلوس لانفيني الى ضربت في واحد غتبقى بلوس لانفيني. 3 على بلوس لانفيني 0، اذا بلوس لانفيني في واحد بلوس لانفيني 0 ما غاتاثرش، ناقص 3 ما غاتاثرش، يعني وسط القوس غتعطينا بلوس لانفيني. اكس اللي على برا كنعوضوها بلوس لانفيني، وبلوس في بلوس هي بلوس لانفيني، وكنرجع للسطر لان ليميت بلوس لانفيني اكس زائد واحد على اكس، كنقول لي هذه راني درت ليها اكبر اس على اكبر اس عطاتني واحد. ما تخلطوش القواعد، ما عندك حق دير اكبر اس على اكبر اس حتى تكون عندك حدوديه على حدوديه. وكنزيد واحد القاعده اخرى عندنا في الدرس، ان اكس بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. نشوفوا امثله في التقنيات اللي غيكون عندنا الكسور. دونك غندير واحد ربعه الامثله غيكونوا بسط. المهم هادو كاملين اشكال غير محدده، ملي تواجد الالين في البسط، يعني ملي تواجد مجهول في البسط ومجهول في المقام، صافي يكون متاكد انه غيكون شكل غير محدد. حنا دابا غنستخدموا التقنيات اللي عندنا. هاد الكسر في غير الالين بوحدو، اذا غنكون مكلف الا مشيت عملت في اكس هو ما كاينش. اذا دابا انا عادي غنعمل فوق بالان اكس، غنعمل لتحت بالان اكس. قانون التعميل واضح، عملتي بالان غتقسم كلشي على الالان، الان غيتقسم على الالان غيعطينا واحد، ناقص 3 غتقسم على الان. نهبطوا للمقام، عملنا بالالان، جوج كتقسم على الالان، الان كيتقسم على الالان كيعطينا واحد. ثم عمليه اختزال، هذه غتعطينا زيرو وهذه غتعطينا زيرو، راكم عارفين علاش، حيت اي عدد على بلوس لانفيني كيعطينا زيرو. اذا الجواب واحد على واحد اللي هي واحد، مع كلمه لان ليميت بلوس لانفيني 3 على اكس كتساوي زيرو، ليميت بلوس لانفيني 2 على الان اكس كتساوي زيرو. الكسر الثاني، هذا كسر مختلط فيه اكس وفيه الان اكس، وعطانا شكل غير محدد. اش كتقول لنا القاعده في الكسر اللي فيه الان واكس؟ كتقول لك عمل اكس اللي عنده اكبر اس. بحال دابا انا غنمشي للبسط، راه ملي كنقول لك التعميل ديما في الكسر، التعميل ديما كنقصد به واحد تعميل في البسط تعميل في المقام. البسط عندنا غير اكس، يعني اكبر اس ديالنا هو اكس، غنعملو الفوق اكس. عملتي باكس، اكس قسمها على اكس واحد، الان اكس قسمها على اكس واحد، غتقسمو على اكس. ثم غتنزل للمقام، عاوتاني غتعمل اكس، اكبر اس هو اكس، اكس على اكس واحد زائد 3 على اكس. من وراء هذا التعميل غيبان لك واحد الاختزال، مزيان. غتلقى هذه كتساوي زيرو حيت 3 على بلوس لانفيني زيرو، واحد على بلوس لانفيني زيرو، قاعده كاينه في الدرس كتساوي زيرو. يعني اش بقى لك؟ بقى لك واحد على واحد اللي هي واحد. الاسهم ما ديرهمش انت في الوطني، هذوك الاسهم كترجع للسطر حتى وكدير لان
ليميت بلوس لانفيني ln x على x كيساوي 0. على الاقل دير هادي. بغيتي تزيد الاخرين ماشي مشكل. 1 على x كيساوي 0 و 3 على x حتى هي ليميت ديالها كيساوي 0. مثال اخر حتى هو كسر. هنا زدنا الاس. اذا كيف ما كتشوف في البسط عندك x اس 3، يعني اكبر اس هو x اس 3. كنعمل x اس 3 اللي عملت به غنقسم عليه x اس 3 على x اس 3 ناقص x على x اس 3 ناقص ln x على x اس 3. كنهبطوا للمقام. المقام عندنا x زائد 1 يعني اكبر اس هو x. خصني نعمل x. x على x زائد 1 على x. ثم كمل العمليه ديالي. غيكون عندنا هنا اختزال. غيكون عندنا اختزال ولكن غنقول عليه جزئي ماشي كلي. يعني الا اختزلتي x اس 3 مع x غتبقى لك x اس 2. x اس 3 فيها 3 ديال لي زيكس. الا حيدنا x من الفوق و x من التحت غتبقى 2 ديال لي زيكس، يعني غيبقاو x اس 2. x اس 3 على x اس 3 1. اختزال هنا نحيدو x ونحيدو x تبقى 1 على x اس 2 ناقص ln x على x اس 3. هاد x راه مشات. x على x 1 زائد 1 على x. هنا كان اختزال كلي، هنا اختزال جزئي. نمشي اللي كيساوي لي 0. هادي 0 0 قاعده 0. يعني شنو هو اللي بقى لينا؟ بقات لينا اكس غتعوض بلس لانفيني، هي بلس لانفيني. غتضرب في واحد بلس لانفيني في واحد هي بلس لانفيني، والتحت كيبقى واحد. وكل شيء كيعرف بلوس لانفيني على موجب هي بلوس لانفيني. هنا القسمه كتكون بحال الضرب في هذه الحاله. صافي وساليت. وما ننساش لان انا ما غنكتبهاش، حتى غتكتبها في الامتحان. ليميت ديالها دي كتساوي 0، ليميت ديالها دي 0، ليميت ديالها دي 0. نشوفوا المثال الاخر. كسر وشكل غير محدد. البسط اكبر اس هو اكس، بمعنى كنعمل اكس. x على x 1 ناقص ln x على x زائد 3 على x. نهبط للمقام. عندنا x اس 2 يعني اكبر اس هو x اس 2. نعمل x اس 2. x اس 2 كتقسم على x اس 2 طبيعه الحال كتعطينا 1 ناقص ln x كتقسم على x اس 2. نفس الخدمة، غيكون عندنا هنا اختزال ولكن غير جزئي ماشي كلي. كيفاش جزئي؟ بمعنى غيبقى لينا اكس غتمشي غيبقى لك 1 ناقص ln اكس على اكس زائد 3 على اكس. هاد اكس اس 2 الى اختزلتي منها اكس كتشيط فيها اكس. 1 ناقص ln اكس على اكس اس 2. وكنبدا بسحب الزيروات. مهم 0 قاعده 0 قاعده 0. الشاطلينه الفوق شاطلينه 1. اكس غتعوض ببلوس لانفيني والداخل بقى 1. بلوس لانفيني في 1 هي بلوس لانفيني، وكل شيء كيعرف عدد على بلوس لانفيني كيعطينا 0. كيبقى التعليل هاد الاسهم كدير انت لانه كتحطهم كيساويو لينا 0. نشوف واحد النماذج ديال الوطنيات اللي كانوا بساط بزاف. 2018 هذه الداله غنحسبوا ليها الليميت في بلوس لانفيني. سؤال بسيط بزاف. دونك قلنا السطر الاول كيكون ديال التعويض. دونك اكس كتعوض بلوس لانفيني، كنقصوا منها واحد على جوج كتبقى دائما بلوس لانفيني. اكس الى تعوضات ببلوس لانفيني، واحد على بلوس لانفيني يعني غيعطينا زيرو. نشوف داخل الاقواس ln اكس على اكس، قاعده في الدرس كتساوي زيرو. زيرو اس 2 زيرو. يعني هذا شو وطني عباره عن شكل محدد. وطني كامل هو شكل
محدد، لان ليميت ديال ln x على x كتساوي 0 وليميت بلس لانفيني 1 على 2 x او كاري حتى هي كتساوي لنا 0. يعني ما درت والو، درت غير تعويض. 2017 تو غادي نبدا بعمليه التعويض. هادشي اش كنوصيكم على التعويض، راه يقدر يكون وطني تعويض وانت تبقى تخربق فيه. المهم x كتعوض ببلس لانفيني، نمشي داخل الاقواس، 2 على بلس لانفيني 0، اذا هذا القوس غير شيط فيه غير 1. الان في بلس لانفيني بلس لانفيني بلس لانفيني غتضرب في 1 اللي بقات وسط القوس غتعطينا بلس لانفيني، وكيف ما كتعرفوا موجب زائد موجب كيعطينا موجب، يعني بلس لانفيني زائد بلس لانفيني غتعطينا بلس لانفيني، حتى هو شكل محدد. لان شنو هي القاعده اللي استعملت؟ غنقول لي ليميت بلس لانفيني 2 على اكس عطاتني 0، ليميت في بلس لانفيني ال اكس حتى هو عطانا بلس لانفيني.